من ختمات جليلة وأهدى ورفع الرعاية وأيضا ببلدية مع كلمة الترحيب اليوم نحتفل بتكريم أخواتنا الممرضات الذي قاموا بحملة تطعيمات في 2018 اللي بدت من يوم 8/12/2018 إلى عند يوم 18/12/2018 والحمد لله الحملة ألت بالنجاح على مستوى بلادنا الحبيبة والحمد لله كانت بلدية بوسليم في الرقي في المرتبة الأولى هو ليس بسباق ولكن الحمد لله كان أكثر عدد كمطعمين في بلدية بوسليم واليوم السبت 9 مارس احتفلنا بتكريم أخواتنا الممرضات تكريما وتشجيع حمليهم الكوادر الطبية لمسة ولو خفيفة على هذه الشريحة الطيبة واحنا طبعا نقول لهم ملائكة الرحمة وفعلا هم ملائكة الرحمة والحمد لله الحملة ألت بالنجاح على مستوى بلادنا الحبيبة.